شكل الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في الدور السعودي عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم. في أسبانيا قالت صحيفة AS بداية باهتة لرونالدو النجم البرتغالي يشارك في فوز النصر، لكنه لم يكن في يومه الأول وأهدر كل الفرص لهز الشباك. فيما قالت صحيفة ماركا في تقريرها، أول ظهور لرونالدو في الدور السعودي حمل شارة القيادة وفاز فريقه بهدف وسط أجواء مثيرة، لكنه لم يسجل هدفا. أما صحيفة سبورتا فكتبت رونالدو احتفل بهدف زميله تاليسكا بفرحة كبيرة وكأنه صاحب الهدف. ومن جانبها علقت صحيفة ليكيب الفرنسية قائلة رونالدو يحقق فوزه الأول في الدور السعودي بقميص النصر، ساهم كريستيانو في الفوز دون بصمة هدفية. أما شبكة راديو مونتو كارلو الفرنسية فعلقت قائلة رغم عدم نجاحه في تسجيل هدف، إلا أن رونالدو ترك انطباعا جيدا في ظهوره الأول بالدوري السعودي. كما كتبت صحيفة أبولا البرتغالية، تاليسكا يفض الاشتباك في الظهور الأول لكريستيانو رونالدو. أما صحيفة ريكورد البرتغالية فقالت فريق النصر يستعيد قمة الدوري السعودي في الظهور الرسمي الأول لكريستيانو. أما صحيفة ميريرو فكتبت بداية نجح لرونالدو في الدوري السعودي بفوز ضئيل أعاد النصر للصدارة. صحيفة لاجازيتا سبورت الإيطالية قالت ظهور أول لرونالدو مع النصر وسط أجواء حماسية للغاية في المدرجات، النصر يحقق الفوز وتسديدة واحدة للدون على المرمى.